الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء بسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه. وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه. وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظ من الغواية في خطط الخطأ وأن المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف قد تحل المسامع بحلا. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية، ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا، ابن قصي، واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحرم فحما حما، ابن كلاب، واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى، ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى، ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى، وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية، إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى، فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى، ناسب تحسب العلا بحلاه، ناسب
حسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سداد وفخار حبذا عقد سداد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه حافظ الإله كرامة لمحمد حافظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه آباءه الأمجاد صونا لاسمه تاركوا السفاح فلم يصبهم عاره تاركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه من آدم وإلى أبيه وأمه صراط سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نا
نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حميا وبشرت الجن بأضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد قباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية
ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه وموحيا كالشمس منك مضيء أسفارت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخر ما لم تناله النساء وآتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليه وتاولت بشرى الهوات في أنقاد ولد المصطفى وحق الهناء استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم
وبرز صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سودته وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المرض وذب النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقى وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له
له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاح مكة داره ومغناه وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوشا روان سمكه وسواه وسقط 14 من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسي لطلوع بدره المنير وإشراق محياه وغاضت بحيرة ساوة وكانت بين همذان وقم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف موجها الثجاج ينابيعها تيك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلات وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعبد شجره ولا يختلى خلاه واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته ثويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى
فأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية وأرضعت قبله حمسة الذي حمد في نصرة الدين سراه وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وواراه قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلاف بن منده وحكاه ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية ودر ثدياها بدر در لبنه اليمين منهما ولبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وسمنت الشارف لديها والشياه وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرز السعد برد عيشها الهني ووشى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية فقام على قدميه في ثلاث ومشى في خمس وقويت في تسع من الشهور بفصيح النطق قواه وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وأزالا منه حظ الشيطان وبالثلج غسلا
وملآه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطاه بخاتم النبوة ختما ووزناه فرجح بألف من أمته أمة الخيرية ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صباه ثم ردته صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به غير سخية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشى ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الوضية فحباها من حبائه الوافر بحباه وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره ونداه والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواة عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافدها بالأبواء أو بشعب الحجون الوفاة فحملته خاضنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه وأدخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى رقيه
وقال إن لبني هذا لشأنا عظيما فبخم بخل من وقره ووالاه ولم تشك في صباه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبية وكثير ما غذا فاغتذى بماء زمزم فأشبعه وأرواه ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيراء بما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلا وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرا عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ
بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية، ومعه غلامها ميسرة يخدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بما عناه. فنزل تحت شجرة لدى صومعة نسطورا راهب نصرانية، فعرفه الراهب إذ مال إليه ظلها الوارف وآوى، وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباه. ثم قال لميسرة: أفي عينيه حمرة استوهارا للعلامة الخفية؟ فأجابه بنعم، فحق لديه ما ظنه فيه وتوخى. وقال لميسرة: لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية، فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه. ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف من وهج الشمس قد أظلا. وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قال له الراهب وأودعه لديه من الوصية، وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونما. فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه. فخطبته لنفسها لتشم من الإيمان به طيب رياه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية، فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب، كل من القوم يهواه.
وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد سنية وقال هو والله له نبأ عظيم يحمد فيه مسراه فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسابق سعادتها الأزلية وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنت قريش الكعبة لانصداعها بالسيول الأبطحية وتنازعوا في رفع الحجر الأسود فكل أراد رفعه ورجاه وعظم القيل والقال وتحالفوا على القتال وقوية العصبية ثم تداعوا إلى الإنصاف وفوضوا الأمر إلى ذي رأي صائب وأنا فحكم بتحكيم أول داخل من باب السدنة الشيبي فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل فقالوا هذا الأمين وكلنا نقبله ونرضاه فأخبروه بأنهم رضوه أن يكون صاحب الحكم في هذا الملم ووليه فوضع الحجر في ثوب ثم أمر أن ترفعه القبائل جميعا إلى مرتقاه فرفعوه إلى مقره من ركن هاتيك البنية ووضعه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في موضعه الآن وبناه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة وبدأ إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق صبح أضاء سنا وإنما ابتدئ بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء فيه صريح الحق ووافى وذلك في يوم 12 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وثم أقوال 27 أو 24 منه أو 8 من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محيا فقال له اقرأ فأبى فخطه خطة قوية ثم قال له اقرأ فأبى فخطه ثانية حتى بلغ منه الجهد وخطه قال له اقرأ فأبى فخطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقى ثم فترى الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاق هاتيك النفحات الشذية ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية
والتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعا. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة التي ثبت الله بها قلبه ووقاه، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال الذي عذبه في الله أمية، وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاه. ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن عمته صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق التصديق وسقاه. وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخفية حتى أنزلت عليه فاصدع بما تؤمر، فجهر بدعاء الخلق إلى الله. ولم يبعد منه قومه حتى عاب آلهتهم وأمر برفض ما سوى الوحدانية، فتجرؤوا على مبارزته بالعداوة وأذى. واشتد على المسلمين البلاء، فهاجروا في سنة 50 إلى الناحية النجاشية، وحدب عليه عمه أبو طالب فهابه كل من القوم وتحاما. وفرض عليه قيام بعض من الساعات الليلية، ثم نسخ بقوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. وفرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية، ثم نسخ بإيجاب الصلوات الخمس في ليلة مسراه.
ومات أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعثة وعظمت بموته الرزية وتلته خديجة بعد 3 أيام وشد البلاء على المسلمين وأوقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل أذية وأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قراه وأغروا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسنة بذية ورموه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلا ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ثم أسري بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية وعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلا ورأى في الثانية عيسى بن مريم البتول البرة التقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال صباه ورأى في الثالثة يوسف بصورته الجمالية وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلاه وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية وفي السادسة موسى الذي كلمه الله تعالى وناجاه وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب والطوية
وحفظه من نار نمرود وعافاه ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافحة الذي قربه الله فيه وأدناه وأماط له حجب الأنوار الجلالية وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه وبسط له بسط الإدلال في المجال الذاتي وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة ثم انهل سحاب الفضل فردت إلى 50 عملية ولها أجر 50 كما شاءه في الأزل وقضاه ثم عاد في ليلته فصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل وروية وكذبته قريش وارتد من أضله الشيطان وأهواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به 6 من الأنصار اختصهم الله برضاه وحج منهم في القابل 12 رجلا وبايعوه بيعة خفية ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقله ومأواه وقدم عليه في العام 73 وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية فبايعوه وأمر عليهم 12 نقيبا جحاجحة سرا ۖ
فهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رهبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناواه وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فحفظه الله تعالى من كيدهم ونجاه وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فرقبه المشركون ليوردوه بزعمهم حياض المنية فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وحثاه وأما غار ثور وفاز الصديق فيه بالمعية وأقام فيه ثلاثا تحمي الحمائم والعناكب حما ثم خرجا منه ليلة الاثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خير مطية وتعرض له سراقة فابتهل فيه إلى الله ودعا فساخت قوائم يعبو به في الأرض الصلبة القوية وسأله الأمان فمنحه إياه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على أم معبد الخزاعية وأراد ابتياع لحم أو لبن منها فلم يكن خباؤها لشيء من ذلك قد حوى فنظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبنا فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه ووليه فدرت فحلب وسقى كلا من القوم وأرواه ثم
حلب وملأ الإناء وغادره لديها آية جلية فجاء اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه وقال أنى لك هذا ولا حلوب بالبيت تبق بقطرة اللبنية فقالت من ربنا رجل مبارك كذا وكذا جثمانه ومعناه فقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل ألية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه ودانا وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقوى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكحلهما أهدب الأشفار قد منح الزجج حاجبا مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يرى في أنفه بعض حديداب حسن العرنين أقنا بعيد ما بين المنكبين سبط الكفين ضخم الكراديس قليل لحم العقب كث اللحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلى وعرقه كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية
ويتكفأ في مشيته كأنما ينحط من صبب ارتقاه وكان يصافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين الصبية ويدراه يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشقاه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدى ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللهو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه
بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية وبلغ ظاعن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهاه.